الحاجه الثانيه اللي دار راني متفكر جوا هي 12 كنا قاعدين هكا جات واحد الكوموندي القطه صغيره مسكينه عينيها مراض وكامل اللي مشدين قال لي القطه هذه والله ما تحركوا من غير نروح وكوموندي نحل لها المشكل هذا تاع عينيها وتولي تشوف وتبرع. اما راح جاب لها السيروم صالي وجاب لها دي بوماد وجاب لها القطن وجاب لها كذا وشحال هو معاها. قلت له يا ودي جمال خلاص راهي تشوف شويه مسحت لها. قال لي لا لا اللي حتى نشوف عينيها مليح تولي تشوف وراح جاب لها الماكله اكسيتيرا. من بعد ما كومونديغ وصلت لهنا للدار ومن ذيك الضربه يعني الفراق يعني فراق الاجساد لكن فراق الارواح مازال في لكن كومونديغ وصال القلوب وصال الارواح مازال كاين هو مازال حي في قلوبنا مازال حي في عقولنا مازال حي بالفن تاعو يعني دفاسون كومونديغ يغيسخا فيفون جامي يعني والحق كما تشوفوا الناس لهنايا واحد كاع الجزائر ليزالجيريان سون فينو دو باغتو